المهجنات الأصايل انطلاقة موفقة نتمناها لكل المشاركين. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول. وهنا يأتي على مقدمة هذا الشوط شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما نغلتنا على المركز الثاني يتقدم هملول بشعار هجن الرياسة، يقود علي بن يمي الوهيبي في عملية تضميره، بينما نغلتنا الآن على المركز الثالث ياتي شاهين بشعار هجن العاصفة ويقود عملية تضميره وتدريب غياث الهلالي، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع من الجانب الآخر ياتي شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، يقدم الذيب على مستوى المركز الرابع، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس يتقدم شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي من يتولى عملية تضميره، بينما في المركز السادس الآن يتقدم وياتي الآن مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. أو هذا الشوط الثاني عشر للتصحيح مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، يتقدم شوطنا الحادي عشر. نعم مشاهدينا الأعزاء وياتي على المركز السادس الآن يتقدم ذهيبان بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد هيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، يقود في عملية تضميره، بينما ناخذ اللي على المركز السابع نتأخر في المركز السابع. نشوف هنا ونتابع الانطلاق من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات، ياتي هناك مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء الفائز يتقدم في هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن هيان ويمعى بن عتيج بن شسلة الرميثي، يتقدم في عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الثامن ياتي الحذر بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في عملية تضميره وتدريبه، وتاسعا يتقدم شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره، بينما في عاشر المراكز ياتي متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي يتولى عملية تضميره. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى المذاعة اللي تسير منذ بداية انطلاقة هذا المسار. الكادر الإعلامي يحمل هذه الشعارات أمامكم، بينما أسامي وشعارات بعد العشر المراكز الأولى تسير نحو أيضا تحديات هذا الشوط. عودة من جديد، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية، وهناك شاهين اللي مسيطر، شاهين اللي منفرد هناك على مقدمة هذا الشوط من إمبراطورية هجن العاصفة، يتقدم بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره وتدريبه من خلال هذه المسيرة، بينما في المركز الثاني نتابع ياتي عنيد بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري الخبير متواجد بخبرته المالية في هذه الرياضة من خلال التضمير والتحديات، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع او الثالث ياتي مخلص بشعار هجن الرياسة
بقيادة المضمر علي بن يمي الوهيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الرابع ياتي شاهين بشعار هجن العاصفة، وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما ذهيبان قادم بشعار ايضا سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان، واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ابو يمعه مركز مع هذا الشعار، ابو خليفه نعم ابو خليفه مركز كل التركيز مع هذا الشعار وتحديات، بينما ناخذ اللي على المركز السادس. في المركز السادس ياتي شاهين بشعار هجن العصفة، وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره، بينما في المركز السابع ياتي الحذر وسلالة الحذر تتقدم بشعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والخطير احمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميره، بينما في المركز الثامن ياتي هنا شاهين بشعار هجن العاصفة، وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز التاسع يتقدم الشارد لهجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتولى عملية تضميره، بينما الفايز ياتي على المركز العاشر لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد دال نهيان، ومضمر الزود يتولى عملية تضمير الممتاز أيضا المحترف يمعة بن عتيج بن شسلة الرميثي. هكذا هي مراكزنا الأولى، وندائنا الثاني يكتمل بحضراتكم، ولكن بدينا الآن نعادل يا رعم صيحة حزام الغابات اللي نذكر بها كل المضمرين بالتركيز العالي هناك من أجل تخطيطهم وانتزاعهم لناموس هذا الشوط، ولكن بوابة الثلاثة كيلومترات غادرناها ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى شاهين اللي على المقدمة. هذا شاهين اللي منفرد منذ بداية الانطلاقة، وهذا غياث مركز مع شاهين في مقدمة الشوط. شاهين ياتي بشعار امبراطورية تجن العاصفة المتألقة في صباح هذا اليوم بسبعة أشواط بالفعل، ونترقب منها المزيد، وك عادة شعار هجن العاصفة بتألغ بإنجازاته الغوية. الله، بينما نتابع الآن الانطلاق في المركز الثاني، ياتي مع المركز الثاني هذا عنيد بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري، يقوده في عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الثالث ياتي مخلص بشعار هجن الرياسة، وعلي بن يمي اللوهيبي ياتي الظافر ليقدم لنا مخلص، بينما أرى الوصول الآن، أرى التقدم مع المركز الرابع، ويتقدم هنا ذهيبان بشعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، أم سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، نعم، ويتولى عملية تضميره احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الخامس اللي واصل الان يتقدم الان، هذا هو شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوه ياتي بن حلوة في عملية تضمير، بينما ناخذ الآن اللي على المركز أيضا السابع. المركز السابع ياتي في هذه اللحظة سلهود لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن سالم بالخرس الاكتبية يتولى عملية تضمير، ولكن شوف اللي واصلنا الآن، هذا الفايز اللي يبحث عن الفوز، اللي يبحث عن الانتصار بشعار سمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ويمعه بن عتيج بن جسله الرميثي. الله،
هي المضمرين. بدينا الآن نتجه نحو أيضا الإعلان الأخير نحو ناموس هذا الشوط. وهناك بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. 1200 عن خط النهاية، وشاهين هناك منفرد على المقدمة، مسيطر على المركز الأول بشعار هجن العاصفة. غياث الهلالي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الثاني اللي تحرك الآن هذا ذهبان، ذهبان اللي بيذهب بالفوز بالانتصار من خلال هذا الحضور اللي تعود ملكيته لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدان هيان. يقود احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما تحرك الان وانطلق شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. خالد بن المر بن حلوه يصدر تعليماته، ومتى بنقول حلوه يا بن حلوه؟ ولكن هنا الفايز غادم بشعار سمو الشيخ ياسف بن حمدان بن زايدان هيان. يمعى بن عتيج بن جسلة الرميثي، ولكن الله شاهين هدى حافظ إلى الفوز إلى الانتصار. تهانينا تهانينا لإمبراطورية تجل العاصفة. عترة يا كمبيوتر المرموم، النقطة الثامنة تتسجل لشعار هجن العاصفة. مشكور يا غياث باسمي وباسم الجمهور على تألق العاصفة، على تألق العاصفة. وكالعادة مبغريب مو بغريبة هذا الإنجاز. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مالك هجن العاصفة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لحظة وصوله شاهين إلى خط النهاية متألق بناموس هذا الشوط. تهانينا لغياث بينما وصل في المركز الثاني شاهين، لهجن العاصفة المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع وصل فيه أيضا، وصل مشاهدينا الاعزاء الفايز بشعار سمو الشيخ ياس بن حمدان بن راشد بن حمدان بن زايدان هيان. المركز الخامس وصل فيه ايضا ذهيبان لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال هيان. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا عوده الى التوقيت الزمني وساعه وصول شاهين الى خط النهايه ب 12 دقيقة 46 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية لغياث الهلالي على هذا التألق. بينما في المركز الثاني وصل شاهين من هجن العاصفة لياتي بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام ب 12 دقيقة 55 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجنها والتهنية للمضمر غياث الهلالي. بينما في المركز الثالث وصل فيه مشاهدينا الأعزاء هذا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بتوقيت زمني مقداره اللي وصل ب 12 دقيقة 54 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية لخالد بن المر بن حلوة. تهانينا للجميع.